شذرات رمضانية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبين الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام على هذه الأمة وأنه كتب عليها كما كتب على من قبلها، ثم يبين سبحانه أن في شرعية الصيام إعانة على التقوى، ولهذا قال عز وجل: لعلكم تتقون. فالصيام من تقوى الله عز وجل، وهو أيضا يعين على التقوى، فإن الصائم في عمل صالح وصيامه يدعوه إلى تقوى الله عز وجل وإلى ترك محارمه سبحانه وتعالى. وشهر رمضان شهر عظيم وله شأن كبير، وصيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام هذا الشهر الكريم هو أحد الفرائض العظيمة، وهو أحد عمود الإسلام التي يقوم بناؤه عليها، وهو واجب على جميع المكلفين من المسلمين، ذكر أن كان أو أنثى، حاضرا أو باديا، أن يصوم هذا الشهر العظيم.